البشر. هم موجودين فعلا ولا دي مجرد اساطير وخيالات احنا بنتداولها مع بعض وروج لها بعض الناس فبقت بالنسبه لنا حاجات خياليه بنسمعها في اوقات؟ هل هي بقى فعلا حقيقيه وحصلت قبل كده والفكره دي بقت ماده سائغه للكتاب والمؤلفين؟ اتعملت افلام واتكتبت في كتب وفي كل مره بتنال اعجاب الجمهور سواء في فيلم او روايه. بيتهيأ لي لو اتحكت على المصطبه وسط مجموعه من الناس بيسعوا بس لاكل عيشهم برضه هتجذبهم. ايه اسباب اكل انسان للحم انسان تاني؟ وهل ده بيبقى مريض نفسيا ولا ارتكب الجريمه البشعه دي علشان كانت ايه اسباب؟ تخيل كده تبقى حاطط قدامك جسم انسان حتى لو ما تعرفوش، تقطع منه وتطبخ عادي كده، وكل يوم قبل ما تطبخ تفكر هتطبخ انهي جزء النهارده، وتبقى شايف ان اي جزء في جسمه هيكون عادي جدا وتستلذ بطعمه عادي جدا. خلينا نحكي لكم قصه حقيقيه عن اكل لحوم البشر حصلت في العراق سنه 1917. اتعرضت مدينه الموصل لمجاعه اعتبرها المؤرخين كانت اكبر من المصايب لان الناس كانت بتموت من الجوع. وقتها العراق كانت تحت الحكم العثماني اللي كانوا في حرب مع انجلترا وما كانش فيه طاقه ولا امكانيه لانقاذ الارواح دي، واتوقدت اي امكانيه لاصلاح الحال مع القشه اللي قسمت الظهر وهي توقف الامطار. طبيعي ما فيش امطار يبقى ما فيش زراعه وما فيش اكل، لدرجه ان سعر كيلو القمح وصل لليره ذهب. عارف يعني ايه ليره ذهب؟ يعني كانك بتقول دلوقتي كيلو القمح ب 6000 وكسور. العام ده اتسمى بعام غلاء الليره، الناس فيه ما استحملتش الجوع والمرض، الفقراء بقوا بينتحروا والاغنياء كانوا في الطريق ليهم. الاغنياء بداوا ببيع مقتنياتهم علشان يقدروا يعيشوا باقل المتطلبات. دور الناس على اي حاجه تتاكل فلجأوا لقطط وكلاب الشوارع، وبعد فتره حيوانات الشوارع ابتدت تخلص وبقت كنز، اللي عنده كلب ولا قطه يبقى طاير من الفرح. فدوروا على مصدر تاني يسدوا بيه جوعهم وجوع اللي اتبقى من اسرهم. وقتها ظهر اسره بتتكون من راجل اسمه عبود بيشتغل طباخ ومراته اسمها خجاوه تشتغل دلاله مع ابنهم الصغير. عاشوا في مدينه الموصل في العراق وعصروا رحله البحث عن اي حاجه تسد جوعهم، وبعد اختفاء حيوانات الشوارع ما يقسوش، لكن قرروا يتصرفوا في مصدر تاني باي شكل. فهداهم تفكيرهم لفكره مبتكره الصراحه في وقتهم. بالفعل حطوا خطتهم وكانت على قيد التنفيذ. كان ساكن جنبهم ست عجوزه لسوء حظها كانت متعوده تيجي الخجاوه عشان تشوف بضاعتها. اغرتها خجاوه وقالت لها ان هي جابت بضاعه جديده، وفعلا الست ما كدبتش خبر وراحت لاجلها برجليها. اول ما دخلت عنها عبود بسكينه في ظهرها وبعدها ذبحها وقطعها حتت صغيره. اما خجاوه كانت بتحضر الحلل علشان تطبخها وياكلوها. في محاكمتهم وهم بيعترفوا قالت خجاوه انهم قضوا الليل يرجعوا يتقيأوا لان لحمها كان دسم جدا. طبيعي اللحمه لما تكون كبيره في السن مش بس بتاخد وقت على النار، لا كمان بتكون دسمه جدا. عشان كده لجأوا لخطه بديله، او خلينا نقول طوروا في خطتهم علشان تبقى مستحقه العناء اللي بيبذلوه. وجت فكره الخجاوه انهم ياكلوا الاطفال الصغيره، وكان بطل القصه هنا ابنهم الصغير اللي كان بيستدرج الاطفال ويجيبهم لغايه البيت ويلعب معاهم عقبال ما ام وابوه يجهزوا العده وبعدين يذبحوهم وياكلوهم. ومن كتر ضحاياهم اللحم بقى بيفيد منهم، فقرروا يستثمروا الموضوع علشان يكسبوا منه. وبما ان عبود كان طباخ فتح مطعمه وبقى بيبيع فيه لحم الاطفال باسعار رخيصه جدا، ومين هيدور وراه في وقت مجاعه بعد ما كانوا مش لاقيين حتى كلاب الشوارع والقطط؟ وطبعا علشان تكمل جريمتهم كانوا بيتخلصوا من العظم والجماجم بدفنها في حفره كبيره جوه بيتهم. ساعتها حوادث الاختفاء زادت بشكل كبير جدا والشرطه ما كانتش عارفه السبب، لحد ما في يوم من الايام وهو زبون في المطعم بياكل لقى في بقه عظمه صغيره، فلما قلب في العظمه دي لقى عقله صباع صغيره، فقرر انه يبلغ الشرطه. وفعلا دهمت الشرطه بيت عبود وفتشوه لحد ما لقوا حفره فيها 100 جمجمه، 99 طفل ومعاهم جمجمه لامراه عجوزه، واتقبض عليهم واعترفوا بجرائمهم واتحكم عليهم بالاعدام شنقا في ميدان عام. وهم في طريقهم لميدان الطوب لتنفيذ الحكم الناس كانت بتسبهم وتعنفهم لدرجه ان في ست هجمت على خجاوه وعضتها بسنانها لحد ما خلعت صباع رجلها، وصرخت بعدها وقالت لانها اكلت 3 من ولادي. وبعد اعدامهم اختفى ابنهم ومحدش عرف عنه اي حاجه ولا عرف مكانه لحد النهارده. هل عبود وخجاوه كانوا متخيلين انهم في يوم من الايام ممكن يعملوا ده او ممكن ياكلوا لحم بشري ويبقوا كمان مستلذين بطعمه؟ قلبهم ازاي طوعهم يقتلوا العدد ده من الاطفال وعندهم طفل وعارفين يعني ايه حرقه قلب ام على ولادها؟ احيانا الظروف بتضطرنا نعمل حاجات عمرنا ما كنا هنتخيل ان احنا نعمل.
بيعملها او نقابل حد بيعملها. هل ممكن انت كنت تبقى عبود وخجاوة لو اتعرضت للموقف اللي هم اتحطوا فيه او الظروف اللي اتحطوا فيها؟